مساجد فقط. سيادتك وانت بتشوف الاعتداءات اللي موجودة وبتشوف التحرشات اللي موجودة ومع منع الصلاة في المسجد الأقصى أحيانا والتضييق على المصلين يعني مشاعر سيادتك كعالم دين وكإنسان مسلم؟ بلا شك أن هذه الاعتداءات مرفوضة وهذا التضييق مرفوض بالنسبة للمصلين في المسجد الأقصى، لأن يعني الحقيقة الحقائق التاريخية والحقائق القرآنية كلها تقول إن المسجد الأقصى هو قبلة المسلمين، ولذلك نحن في كل اعتداء في كل تضييق في كل منع من الصلاة نحن نخرج ببيانات منددة وشاجبة لمثل هذه الأمور، وأنه ينبغي التدخل الدولي لحماية هذه المقدسات التي هي مقدسة عندنا وعند الآخرين. نحن ضد أي اعتداء على أي مقدس من المقدسات، لأنك تؤذي مشاعري أنا كإنسان مسلم وتؤذي مشاعر الآخرين. وبناء على ذلك الحقيقة نحن مع أن المسجد الأقصى له قيمته الدينية الكبيرة جدا التي هي للمسلمين بمقتضى نصوص دينهم القوي. عظيم. الثابت من بيانات دار الإفتاء والأزهر الشريف أن أي اعتداء على أي مصلى ده نوع من ده فيه حرمانية شديدة جدا، سواء كان مصلى مسيحي مصلى يهودي حتى مصلى إسلامي. هو سيادتك الذي ينظر في النصوص الشرعية والمسلك النبوي، يعني لا ينبغي ونحن نقرأ الأحكام الشرعية أن نفصل ما بين النص الشرعي في قراءته التي يستنبط منها الحكم الشرعي، أن نفصل بينه في الفهم وبين المسلك النبوي في التطبيق. مسلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظروف الاستثنائية، في ظروف الحرب، الحرب ظرف استثنائي ليس هو الأساس، ومع ذلك في هذا الظرف الاستثنائي كان يمنع ويحذر الذين يخرجون جهادا في سبيل الله تعالى أن يمس هذه الأماكن التي يذكر فيها اسم الله تعالى. كان ينهى عن قربان شخص أو قربان مكان، فلا تقتلوا راهبا في صومعته. ومن ثم إذا كنا يعني لا نعتدي على راهب في صومعته فمن باب أولى أيضا لا نعتدي على الصومعة في حد ذاتها. لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا طفلا. الحرب أخلاقية كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيف الذي يجاهد به هو سيف أخلاقي، القصد منه هو دفع الاعتداء. وبناء على ذلك فإذا كان هذا في الظرف الاستثنائي ورسول الله يحذر من المساس بمثل هذه الأماكن التي يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى على ما أشار إليه الليث بن سعد رضي الله عنه في قول الله سبحانه وتعالى، وغيره طبعا من العلماء في قول الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فذكر بأن مما يعني أن الضمير في قوله يذكر فيها أنه راجع على هذه المتقدمة ذكرا في الآية الكريمة. وبناء على ذلك فهذه أماكن يحترمها الإسلام ويجلها ويمنع الاعتداء والمساس بها بحال من الأحوال. فإذا كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يمنع المساس بها والاعتداء عليها في الظرف الاستثنائي الذي قد يفعل فيه ما لا يفعل في غيره، إذا كان الأمر كذلك ففي وقت الاختيار وفي حالة السلم وفي الحالة التي أخذت فيها المعاهدات الدولية في شأن علاقات الدول بعضها البعض الآخر واتفقنا معهم ووقعنا العقود والعهود، فلا يجوز بحال من الأحوال المساس بهذه المقدسات. ولذلك نحن كما تفضلت سيادتك أن البيانات التي تصدر من المؤسسات الدينية كالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وغير ذلك من المؤسسات الدينية في أنحاء العالم، إذا ما وجد اعتداء على مقدس من المقدسات، على مصلى من المصليات، على أي مكان يذكر فيه اسم الله من أي دين